أهلا بكم من جديد إلى جولة العواصم لهذا الصباح. لا تزال حكومة الاحتلال الإسرائيلية تمارس حملات هدم شرسة ضد الفلسطينيين في مدينة القدس وغيرها من المدن الفلسطينية والقرى المحتلة، وتركزت عمليات الهدم الأخيرة التي طالت منازل ومحال تجارية في قرية شعفاط وحي وادي قدوم وسلوان جنوب الأقصى المبارك، وذلك بنفس الحجة ذاتها عدم الترخيص. عشرات المنشآت ما بين سكنية وتجارية كانت حصيلة ما هدمته آليات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وضواحيها للشهر الجاري، الأمر الذي أظهر فيه الفلسطينيين بالغ قلقهم من جراء ارتفاع وتيرة التصعيد الإسرائيلي ضد الوجود الفلسطيني، تحديدا بعد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض، ما بات واضحا استثمار نتنياهو بشكل كبير وجود من يدعم سياسة الاحتلال من طرد وهدم واستيلاء على المقدرات في القدس وباقي المناطق الفلسطينية. وعلى خطى السياسة الأمريكية الداعمة لإسرائيل، اشترط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتراف الفلسطينيين بدولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي والسيطرة الإسرائيلية الكاملة على كافة المناطق ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط للتفاوض حول اتفاق سلام، مضيفا أن هذين المبدأين لا يمكن لإسرائيل التنازل عنهما. هذا وسبق نتنياهو وتصريحاته الأخيرة مصادقة جديدة على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بذريعة الاستجابة للاحتياجات السكنية والحفاظ على ما أسماه سير الحياة الطبيعية، الأمر الذي دعا فرنسا إلى إدانة القرار وفق تصريحات جاءت على لسان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال في تصريحات صحفية، أكد أن بلاده تدين قرارات الحكومة الإسرائيلية التي أعلنتها والتي تتناقض مع القانون الدولي. وتله أيضا إدانة بريطانيا جاءت عبر تصريحات وزير الشرق الأوسط توبياس الوود، قال أن بريطانيا تدين قرارات البناء الجديدة مضيفا أنها تتعارض مع القانون الدولي وتشكل عقبة أمام حل الدولتين. وأكدت تركيا بدورها الإدانة معتبرة أن موقفها إزاء المستوطنات الإسرائيلية واضح منذ سنوات، وهو أنها غير شرعية وتهدد فرص السلام. وقفة قصيرة نتعرف بعدها على جديد الاقتصاد ثم أبرز ما جاء في الصحف لهذا الصباح ثم نشرة مفصلة للأنباء.